بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم في الفيديو ده في شقين، شق انتقال يوسف بلايلي لبريست الفرنسي، والشق الثاني هو الشق بتاع فوزي لكع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم. مش عارف، انا عندي مشكله مع اسم السيد فوزي. احنا هنتكلم على السيد فوزي نفسه، مش هنجيب سيره والده، لان اسم والده صعب بالنسبه لي كمصري بصراحه. السيد فوزي الاكيب الفرنسيه طلعت حوار كده انه والله في غرف الملابس الممر الضيق اللي هي بتخش فيه، اللي كان فيه خناقه امبارح ده، قال لك السيد فوزي تعرض للضرب من قبل حرس الرابع لمنتخب مصر محمود جاد. لا ثواني، معلش، يا الواقعه دي حقيقيه فهي تدين السيد فوزي اكتر ما هي تدين الحرس المصري. الحرس المصري ممكن يكون موقف غير اخلاقي لو تم الكلام ده، بس مش ممكن هو ازاي الحاج فوزي دخل هنا. ما هو لو فوزي دخل هنا فده معناه ان التليفونات اللي كانت شغاله عشان منير حداد يلعب عرفنا مصدرها دلوقتي، وعرفنا ان الراجل بيتدخل في التشكيل، والراجل بيتدخل في كل حاجه، لان ما فيهاش حاجه في الكوره بتقول ان، ما سمعتش انا بصراحه ان رئيس الاتحاد بينزل غرف الملابس للمنتخب بعد 5 دقايق. يعني الراجل قاعد في فوق في كبار الزوار، ايه اللي هينزله تحت غرف الملابس يعني؟ وبعدين محمود جاد ازاي؟ طيب يعني محمود، احنا شفنا كل الخناقه كلها احمد ابو فتوح واشرف حكيمي، يبقى محمود جاد جه منين؟ طيب ما احنا عايزين نفهم. وبعدين الكابتن الفرنسيه هبلت في حوار الملعب بتاع مباراه مصر وكوت ديفوار وقالت انه هيتغير، والاتحاد الافريقي طلع كذب الكلام ده. اشمعنا بقى هنصدق الواقعه بتاع السيد فوزي ومحمود جاد وهنكذب الواقعه بتاع تغيير الملعب بتاع جابوما؟ فمعلش، الاكيب قررت تهبط في حاجه هي ملهاش مصادر ولا عارفه اي حاجه، بس مع الاسف الشديد احنا قررنا ناخد الخبر اللي هو السيد فوزي بيتعرض للضرب من قبل الحارس المصري، والكلام ده لا اساس ليه من الصحه. واخيرا خلصنا قصه يوسف بلايلي. يوسف بلايلي انضم لبريست الفرنسي 5 شهور مع احتماليه الاستمرار في بريست الفرنسي. 5 شهور لعبه وكلاء صايعه بصراحه. يعني هي يوسف بلايلي لعيب جامد جدا، بس هي قصه لعبه وكلاء بصراحه، لان هي 5 شهور وبريست. ف الكلام ده فكرني بالوكيل اللاعبين اللي كان بيتكلم ان يوسف بلايلي بيتم عرض اسمه هنا في فرنسا، بس هي الكوره بتمشي كده. لا مؤاخذه، يعني الكوره بتمشي كده. عبد الله السعيد ما كانش يلاقي نادي، تركي الشيخ طلع له نادي من تحت الارض. وبصراحه حته بتحسب لوكيل يوسف البلايلي، وبتحسب بصراحة حاجة ما تدينش البلايلي. هي حاجة كويسة جدا انك محيط علاقاتك، عرف اخلصك من ازمة كنت متعرض ليها، ان انت ما كنتش على حساب نادي، فدلوقتي بقيت على حساب نادي، فمسموح لجمال بالماضي ان هو يضمك مع تصفية كأس العالم، ووقتها الدنيا هتتغير، ووقتها ممكن يجي لك عرض عربي قوي، لان واضح ان عرض التعاون السعودي ما كانش قوي ولا كان ملفت ماديا ليوسف البلايلي. فبلايلي قرر ان هو يضحي 5 شهور دول ويروح ياخد راتب ضئيل جدا في فرنسا، لان ما اعتقدش ان البلايلي ياخد راتب قوي في فرقة مركز 13 في الدوري الفرنسي. بس بصراحة هي حتة حلو، حتة وكلة صايعة، والحمد لله ان مصير يوسف بلايلي عرفناه. ربنا يوفقه في مشواره الاحترافي، وربنا يوفقه مع بريست الفرنسي. يا رب موضوع محمود جاد وفوزي ما ياثروش على المنتخب المصري، ونلاقي ان في اقافات حصلت، لان لو في اقافات مع الاصابات اللي احنا بنتعرض لها كمنتخب مصر، فحرفيا احنا مش هنلاقي حد نلعب بيه المباراه. اللي هو ربنا يستر بقى على كده، وما يقرروش ان هم يوقفوا لاعيبه المنتخب المصري، لان مع الاسف الشديد واضح كده ان السيناريو اللي بتعمل دي هدفها الاول والاخير هم ان هم يوقفوا لاعيبه منتخب مصر عن مباراه الكاميرون اللي جايه. وفي برضه كلام ان السيد فوزي كان مقدم شكوى ضد المنتخب المصري عشان اتساب، وبعد كده السيد فوزي سحبها. فقصه السيد فوزي لكع دي قصه كبيره جدا ومعقده جدا، وفيها حاجات متشعبه كتير، والمشكله انك كل ما تتكلم تطلع بمشكله. يعني لو مشكله ان محمود جاد فعلا صفح الحاج فوزي فهي مشكله، ولو محمود جاد ما صفحش فوزي بس فوزي نازل عشان خاطر يعني في اللعيبه فهي مشكله، ولو فوزي جاي علشان خاطر يدي تعليمات وحي خالص يتشي في المؤتمر الصحفي اللي هو ما حضروش، فدي برضه مشكله تانية خالص. فانا بصراحه مش عارف الاقي لها مخرج ناجح. لو انت شايف لها مخرج ناجح قول لي، لو عجبك الفيديو برضه قول لي، لو ما عجبكش ابقى براحتك بقى.